الحاج شحال هادي وانت هنايا؟ وتخلي بنا سيدي راه جاي العام هذا. اي نعم. وعلاش جيتي؟ وجيت دار امير الكابي. ما يدارني علاش جيت هنايا؟ والدار ديالك؟ ما عندي لا دار لا ولاد لا يديك لا يخليك لا والو. تا حاجة ما عندي لا والدي لا يديك لا يخليك مقطع. انتريتي؟ اه؟ واش عندك الانتريت؟ لا ما عنديش الانتريت فيك، انت عندي واحد الكاروسة خدام بها صافي. اه يا سيدي. تيتهلاو فيك هنا؟ وا سيدي كيتهلاو فيا سيدي. بحالاش؟ ايه كل شيء حاجة ما خاصة أنا والو. بحالاش بحالاش مثلا؟ اه كل شيء. تيجيبوا لك الطبيب؟ اه؟ تيجيبوا لك الطبيب؟ ايه الطبيب كيجيبوا الطبيب كيجيبوا كيجيبوا الطبيب. تدوز على رجليك؟ يا سيدي. ايه. المهم عليك عاودي لنا كي دخلتي لهنا. دخلت راه ما قديش كاع جيتني حالتي حالة. لا حليل لا رحيب والو. جيت مريضة حالتي حالة مست والو. انت جيت من الزنقة العدد الناس هادو عاد تهلاو فيا وليت بنادم وليت شوية وليت الله يكثر خيرك. تأثرتي بالبرد اللي كاين برا؟ وا تأثر فيا بزاف اخويا. جيت مريضة نيت وتأثر فيا ثاني المرض هذاك البرد. وهنا كي واش مهلين فيك؟ مهلين فيا اخويا مهلين فيا. اش يديروا واش شنو ما اللي عاجبك هنا شنو هو؟ اه مهلين فيا بكلشي بالدواء تيجيبوا الطبيب تيجي مع الدواء حتى حاجه ما خاصاني الله يخلف عليهم وكثر خيرهم. المركز ابتدانا فيه العمل كان يعني مكان مهجور غير مستعمل، وباقتراح من اعضاء الجمعيه الخيريه خداو الراي ديالنا على امكانيات احداث المرفق الطبي في هذا المكان. نوع الامراض اللي تتواجهوها وتتعالجوا بها قاطنين؟ اي حاله يعني عندها مشكل صحي فهي كتجي اي مشكل صحي كيف ما بغى يكون، يقدر يكون اندياري، يقدر يكون انفلونزا، يقدر يكون مشكل ديال مشكل في الامعاء، مشكل في القلب، مشكل في الدوره الدمويه، او لا مشكل في الاسنان. يعني بشكل عام تتم تشخيص ديال الامراض داخل هذا المركز. لا كوفيد 19 واش تمكن لكم باش تحاصروا وتعالجوا بحال هاد الحالات؟ كانت جميع الاجراءات ديال الاحتياط هنا داخل المركز ككل، لا سواء بالنسبه للاشخاص المسنين ولا العاملين ولا بالنسبه للقاطنين ديال دار الطالب والطالبه، كانت كل الاحتياطات متوفره. بحكم انه المركز كيدخلوا له عاملين من خارج المركز اللي كيخرجوا وكيدخلوا، فاكيد تقدر توقع مثلا ان كونتاميناسيون بشكل واحد العدوى بشكل غير مقصود. استد الحالات وتم دار لها لو كونفينمون ديالها وتم يعني التاطير ديالها، خداو الدواء ديالهم وتماثلوا للشفاء. احكي لنا بايجاز عن هذا المركب الاجتماعي بمدينه بني ملال. تنتواجدوا الان في المركب الاجتماعي ببني ملال واللي تتكون من ثلاثه ديال ديال ديال, ديال, ديال المكونات الاساسيه. كاين دار الطالب ودار الطالبه ودار المسنين. الساعه ديالو اكثر من 200 مستفيد تتكون فيه. وهذا المركب فهو عرف واحد مجموعه ديال الاصلاحات في هذه السنه اللي تقريبا القيمه ديالها 1,700,000 درهم، اللي سمت فيها المبادره بواحد 350,000 درهم فيما يتعلق بالتجهيز ديال دار المسنين، وكذلك فيما يتعلق بتمكين هذه الجمعيه الخيريه الاسلاميه لبني ملال من مجموعه ديال المنح اللي باش كمساهمه في التسيير ديال دار المسنين وكذلك دار الطالب والطالبه، بالاضافه للمجهودات اللي بتنسيق مع المبادره ديال الجمعيه فيما يتعلق بالتكفل بالاشخاص بدون مأوى في هذا الجائحه ديال البرد، سواء المسنين منهم وكذلك اللي اقل من 30 سنه في فضاء مجاور لهذا المركب. احكي لنا فاش هذه الحمله هذه ديال البرد واش خديتوا عندكم بعض الاشخاص المسنين لايواء في هذا المركب الاجتماعي؟ في هذا الاطار فيمكن تحدثوا على واحد الطاقه استيعابيه ديال مراكز مؤقته لايواء مجموعه من الاشخاص اللي في وضعيه شارع اللي تتوصل 350 سرير متوفره لحد الان، ناهيك عن المجهودات اللي قامت بها بالاضافه للوزاره الداخليه في شخص المبادره الوطنيه التعاون الوطني، اولا باجراء واحد الصفقه ديال 1000 ديال الاغطيه اللي غادي توزع على الاسر اللي محتاجه لها، كذلك
كاين فرق اللي هي كتحرك بالشوارع بتنسيق مع رجال السلطة المحلية من أجل يعني استقبال هاد الناس اللي في وضعية ديال الشارع.